سيطرت فرق الحماية المدنية في القاهرة على حريق اندلع في مبنى وزارة الأوقاف الأثري دون وقوع إصابات. من المعلوم أن موظفي الوزارة انتقلوا قبل فترة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.